اوكي، اذا بتتذكروا اخر اشي حكينا عن هذا الاكزامبل، اذكركم فيه بشكل سريع. طبعا اللي موجود في السلايدات واللي شرحنا، في عندي الكلاس A فيها فقط data member X وفيها print function، وفي عندنا الكلاس B عاملة public inheritance من الA وفيها بالإضافة للأشياء اللي حتتورثها من الA data member A وفيها print function. فعندنا هون overriding، في عندي في الكلاس B function اسمه print، نفس الفانكشن اللي موجود في الكلاس A. هون في عندي overriding البرنت اللي موجودة في الديرايف رح تطغى على اللي موجودة في البيس. فاطلع هون البرنت بتطبع لي قيمة الـ A، بعدين بتروح بتستدعي لي البرنت اللي موجودة في الكلاس A عشان تطبع قيمة الـ X اللي خاصة في الكلاس B. تمام. وفي عندنا الفانكشن اللي اسمه برنت اول، هذا نون ممبر ملوش علاقه لا موجود جوا A ولا موجود جوا B، بحكينا بستقبل ريفرنس اوبجكت من نوع الكلاس A. هسه بالمين عرفنا اوبجكت من نوع الA واعطينا الاكس 10 طبعا لانها بابليك، وعرفنا اوبجكت من نوع الB واعطينا الاكس 5 والA 7. هسه اول ستيتمنت بحكينا برنت اول، روح استدعي الفانكشن اللي اسمه برنت اول وأعطيه الـ O بي جي. خليني أفرجيكم بالضبط عشان نعرف كيف تمشي في الذاكرة. هاي مبدئياً الـ Object اللي اسمها O بي جي A. شباب لو سمحتوا بس ثواني، ثواني وراجع. كمان مرة، هاي الأوبجكت اللي اسمها OBGA، هيك شكلها في الذاكرة OBGA. فيها الداتا ممبر X، هاي فيها الـ X زي ما حكينا، وفي المين أنا بحكي له طبعا بالإضافة للبرنت فانكشن، هاي بدي أعملها هيك، هاي برنت، وهاي الأوبجكت اللي اسمها أو بي جي بي، خليني أرسمها مباشرة. هاي الأوبجكت أو بي جي بي وفيها الإكس اللي تورثتها من الأي، طبعا هي تورثتها بابليك فرح تقدر تشوفها وين ما بدها، وفيها منها نفسها الأي. فعندي هون أنا الإكس هاي الـ A وفيها الـ print function اللي تورثتها من الـ A فيها الـ print اللي منها. حكينا خلص دائما عشان ما نخربط، دائما إذا كان في عندي function في الـ base وفي الـ derived إلهم نفس الاسم، فمباشرة سمي اللي تورثه من الـ base باسم الـ basic class composition operator، بعدين اسم الـ function بالإضافة للـ print اللي خاصة فيها. فهي شكل الـ object A وهي شكل الـ object B. هسا بالمين بحكي لنا اعطي الاوبجكت A الx تبعتها 10 واعطي الx تبعت الاوبجكت B 5 واعطي ال A تبعتها 7. هاي اول شيء موجود عندنا في المين. هسا بحكي لنا روح اعمل كول للفانكشن اللي اسمها برنت اول وخذ معك اوبجكت A. اوبجكت A مين بده يستقبلها هون؟ ريفرنس من نوع ال A عادي؟ عادي. هسا احنا حكينا لازم يكون عندي matching في التايب ما بين الارجيومنت اللي موجود في الكول ستيتمنت مع البارامتر اللي بتستقبلها بالفانكشن. يعني هون كاني بحكي له الريفرنس او بي جي خليها تاشر على الاو بي جي اي، صحيحه؟ صحيحه ما فيها اي مشاكل. فشوفوا شو اللي حيصير هون، انا رح يكون عندي داخل الفانكشن اللي اسمها برنت اول او بي جي اللي هي ريفرنس. ايش يعني ريفرنس؟ يعني بكل بساطه يعني بحكي له هيك، هي كانها بوينتر. انا حكيت لكم الريفرنس هو نفس البوينتر لكن التعامل مع الاوبجكت نفسه بفرق، هسه بحكي لكم كيف. فهون هاي الاو بي جي بتاشر على الاوبجكت كامله، فلما يحكي لي او بي جي دوت برنت انا بدي استدعي البرنت اللي موجوده في الاو بي جي. فالبرنت هون شو بتحكي لنا؟ اطبع لي كلاس A X equal، فهاي الفيرست اوتبوت هيطبع لنا كلاس A ال X تبعتها بتساوي 10. هيك أموري تمام.
طيب نكمل هسه بحكي لنا روح اعمل كول مره ثانيه طبعا هون بمجرد سوري بمجرد ما انتهى الفانكشن المفروض يهدم اللوكال فاريبلز، لكن زي ما انتم شايفين الفانكشن برنت اول ما فيها لوكال فاريبل، هي مش عباره عن فاريبل، هي عباره عن ريفرنس، فبكل بساطه هو فقط حيمسح الريفرنس اللي موجوده داخل هالفانكشن، هذا الاوبجكت رح يضل زي ما هو ملوش علاقه. هسه بحكي لنا روح اعمل كول مره ثانيه للفانكشن اللي اسمها برنت اول، لكن المره خذ معك اوبجكت بي. كمان مره حكينا معلومه لازم يكون عندي ماتشنج ما بين الارجيومنت اللي موجوده في الكول ستيتمنت مع البارامتر اللي بتستقبلها الفانكشن، اما ماتشنج او ممكن ينعمل كاستنج. كيف يعني؟ طب او بي جي بي بدي استقبلها ريفرنس من نوع الاي، خلينا نتخيل هاي كيف شكلها، كاني بحكي له او بي جي بتساوي او بي جي بي. انا حكيت لكم المره الماضيه عشان تكون المساواه صحيحه لازم طبعا في حاله الانهيرتنس لازم على الشمال يكون بيس وعلى اليمين ديرايفد. فهون كمان مره كاني بحكي له لما بدي اعمل الكول الثانيه الاو بي جي اللي من نوع الاي خليها تاشر على الاوبجكت او بي جي اللي من نوع البي. عادي هاي بيس وهي ديرايفد عادي، اذا اموري تمام ما فيها اي مشكله. فهون كمان مره حيروح الفانكشن يعمل ريفرنس اسمها او بي جي تاشر على الاوبجكت او بي جي، او بي جي تاشر على الاوبجكت او بي جي بي كامله، فهون اشرت عليها تمام. هسه بحكي لنا او بي جي دوت برنت. طيب او بي جي بتاشر على الاوبجكت بي، فيها برنتين، على اي برنت حتروح؟ مين تتوقعوا على مين تروح؟ بتحكي انا نوعي هون ايه، طب على مين اروح؟ دائما بتروح على نوعها. اوكي انت مش حاكي لي اسم البيسك كلاس، لكن الريفرنس تاعي اللي بيأشر على الاوبجكت بي نوعه ايه، فبحكي لك انا ما بشوف الا اشيائي، فهو راح يروح على البرنت اللي خاصه بالاوبجكت بي اللي تورثتها من الاي، فهي كول ستيتمنت للبرنت اللي موجوده في اي، فحيطبع لي السكند اوتبوت هون حتنطبع السكند اوتبوت كلاس اي قيمة الاكس بتساوي كم؟ قيمة الاكس طبعا هون عندي اللي هي بتساوي 5، فهذا اللي صار. كمان مرة ريفرنس من نوع البيس بيقدر يأشر على اوبجكت من نوع الديرايف، لكنه ما بيقدر يشوف فقط الا اشياء الديرايف. طب انا لو بدي يشوف اشياء الديرايف، سوري ريفرنس من نوع البيس بيأشر على الديرايف لكن ما بيقدر يشوف الا اشياء البيس. طب انا لو بدي يشوف اشياء الديرايفد، يعني انا بدي لما احكي او بي جي دوت برنت هون اذا هذا الريفرنس اشر على بيس اوبجكت يروح على البرنت اللي موجوده في البيس، واذا اشر على ديرايفد اوبجكت يروح على البرنت اللي موجوده في الديرايفد. كيف حكينا هذا ممكن ينعمل؟ من خلال خاصيه الفيرتشوال. الفيرتشوال هي مقدمه للبوليمورفيزم او حكينا يعني متعدد الاشكال. فكمان مره بحكي لنا هون بس بدي اضيف هاي الكلمه، كلمه فيرتشوال، فهون دقيقه قبل ما اضيفها بس افرجيكم الاوتبوت اللي طلع معنا. هاي لاحظوا زي ما عملنا قبل شوي، لكن لو انا بدي اضيف بس كلمه فيرتشوال وبدي اعمل رن مبدئيا نشوف شو راح يعطينا. شوفوا هون تغيرت، طبع لي كلاس اي اكس بتساوي 10، هي بالنسبه للاوبجكت الاولى، لكن الاوبجكت الثاني هو راح على البرنت تاعت البي. كيف هذا الحكي؟ من خلال هاي الكلمة اللي هي كلمة virtual. فكمان مرة virtual هي keyword، هي عبارة عن خاصية للmember functions، يعني فقط الفانكشنات اللي بتكون موجودة داخل classes. كلمة virtual هاي بتعطيني خاصية انه للreference او البوينتر اللي من نوع البيسي class يقدر يعمل access للoverriding function اللي موجودة في الderived class فقط لا غير. كلمة virtual هي خاصية بتعطي القدرة للpointer أو الreference اللي من نوع البيسي class وبيأشر على derived object إنه يوصل للoverriding function اللي موجودة في الderived. يعني لاحظوا هون بدي أرجع أعمل كمان مرة execute مع كلمة virtual. مبدئيا هون بحكي لنا بنيت التو اوبجكتس، روح اعمل كول للفانكشن اللي اسمها برنت اول وخذ معك
object 1 بده يستقبلها الريفرنس او بي جي، فهون حيستقبلها. بيجي بيحكي لي او بي جي دوت برنت، بيجي بيحكي او بي جي انا نوعي بيس باشر على بيس، فالبرنت اللي بدي اروح عليها وين؟ اللي موجوده في البيس. معناها هون راح يروح، طب راح يلاقيها فيرتشوال عادي؟ عادي. انا حكيت لكم كلمه فيرتشوال فقط استخدامها لما بيس بوينتر او بيس ريفرنس تاشر على ديرايفد، يعني اذا كانوا من نوعين مختلفين، اما اذا كانوا من نفس النوع فلهاش تاثير نهائيا. فهون كمان مره او بي جي نوعها كلاس A، والاوبجكت اللي بتاشر عليه نوع كلاس A، اذا الفيرتشوال ملهاش شغل نهائيا، فحيطبع عادي طبيعي كلاس A x equal 10. لكن لما اجي اعمل كل للفانكشن مره ثانيه باستخدام الاوبجكت او بي جي، هسه هون تاثيرها ليش؟ لانه الاو بي جي نوعها كلاس بي، مين بده يستقبلها؟ ريفرنس من نوع الاي، فهون انا في عندي اختلاف بيس ريفرنس بياشر على ديرايف اوبجكت، معناها هون في عندي شغل للفيرتشوال. فشوفوا شو اللي حيصير. فهون لما حكيت له او بي جي دوت برنت بحكي انا نوعي ريفرنس من نوع الاي، فانا بقدر اشوف البرنت مبدئيا تاعيت الاي، فحيجي هون، لكن حيلاقي البرنت تاعيت الاي فيرتشوال فبيجي بصفن بحكي انا نوعي بيس لكن باشر على ديرايف، فهي مش النسخه الصحيحه اللي لازم انا اخذها، فلازم انا اروح على البرنت اللي موجوده في الديرايف. معناها مباشره هاي الفيرتشوال وظيفتها تنقلني من الفانكشن اللي موجود في البيس على نفس الفانكشن اللي موجود في الديرايف، فمباشره راح تنزل لي على البرنت اللي موجوده في الديرايف، وهو راح يطبع لي كلاس بي اي ايكوال هاي قيمه الاي اللي هي 7. بعدين هاي الجملة شو بتعمل؟ جملة عادية بتحكي لي روح استدعي البرنت اللي موجودة في الكلاس A، فحيطلع على البرنت اللي موجودة في الكلاس A، حيطبع كلاس A X بتساوي كم قيمة الـ X للأوبجكت اللي بأشر على الريفرنس؟ 5، عشان هي هو أعطاني إنه عمل الكول للثنتين. فكمان مرة هاي الشغل الوحيد فقط للفيرتشوال، إنه إذا كان في عندي بيس ريفرنس بيأشر على derived object، فالفيرتشوال بتحكي له روح على الفانكشن اللي موجود في الderived، لأنه أنا بأشر على derived object ما بأشر على base. طبعاً هذا الحكي فقط في حالة الoverriding. إيش قصدي في الoverriding؟ طلعوا يعني هون لو كانت هاي الفانكشن مش اسمها print، لو كانت اسمها print أو خليها print b، هون في عندي overriding ما بين class A و class B؟ لا، هذا الفانكشن اسمه print وهذا الفانكشن اسمه برنت بي. طيب تتخيلوا هون نفسه تماما، فانا بدي اعمل كول للفانكشن اللي اسمها برنت اول واعطيه او بي جي بي للريفرنس اللي من نوع النوع الاي عفوا، بحكي له اوكي هسه بحكي له او بي جي دوت برنت، هون حيحتار على اي برنت اروح؟ لا، هو ما عنده برنت الا اللي موجوده في البيس. طيب لقاها فيرتشوال، شو يعني فيرتشوال؟ بحكي لي اوكي فيرتشوال معناها انا بيس باشر على الديرايف، هل في عندي نفس الفانكشن بنفس الاسم موجود في الديرايف؟ لا، فانا مضطر اخذ هاي، فالاوتبوت في هاي الحاله شوف ايش راح يعطيني، ما راح يروح على البرنت البي، فقط راح يعطيني كلاس اي اكس بتساوي 5. اذا دائما تذكروا الفيرتشوال تاثيرها في حاله الاوفررايدنج فقط، اذا هذا الفانكشن مش معمول له اوفررايدنج ولا إلها تأثير نهائياً. فهون الفانكشن هذا اسمه برنت، هذا برنت بي، بطل إلها تأثير الفيرتشوال، فقط تأثيرها في حالة إنه تو فانكشنز لهم نفس الاسم. تمام؟ كمان مرة هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية زي ما حكينا متى بيشتغل الفيرتشوال؟ إذا كان عندي ريفرنس من نوع البيس بيأشر على أوبجكت من نوع الديرايف، تمام؟ فقط لا غير. الحالة الثانية اللي هي بتشبهها بس بصيغة ثانية، إذا كان عندي بوينتر من نوع البيس بيأشر على أوبجكت من نوع الديرايفد، يعني هاي لو كانت بوينتر هيك، أنا حكيت لكم الريفرنس بيشبه البوينتر بس فقط في طريقة التعامل بتختلف شوي، يعني هاي بوينتر فلازم هون البوينتر ما بيشتغل مع الدوت بيشتغل مع الأرو، والتغيير الثالث إنه هون بوينتر بده أدرس، فهون لازم أعطيه أدرس الأوبجكت A وهون ادرس الاوبجكت بي، فتاثيرهم سيم، رح يلاقيه فيرتشوال يحكي انا نوعي
pointer من نوع البيس لكن بأشر على object من نوع الديرايف. فكلمة virtual راح تنزلني على النسخة لنوع الاوبجكت مش لنوع البوينتر. وهون راح يطبع لي، راح يروح على البرنت اللي موجودة في البي، وبرنت اللي موجودة في البي بتحكي لي روح استدعي البرنت اللي موجودة في الاي. فكمان مرة هذول الحالتين فقط اللي بتشتغل فيهم كلمة الفيرتشوال، اللي هو يكون عندي ريفرنس او بوينتر من نوع البيس بيأشر على اوبجكت من نوع الديرايف فقط لا غير. اما غير هيك ما لها شغل. ايش قصدي غير هيك ما لها شغل؟ يعني طلعوا لو كان هون الفانكشن بيستقبل اوبجكت من نوع الاي باي فاليو. شو يعني باي فاليو؟ نظبط لي هون وافرجيكم. وهون هيها فيرتشوال، راح ظهيرا سوري هاي نسينا نظبطها، هاي دوت لانها مش بوينتر ظهيرا. لاحظوا شو اعطاني، كلاس اي اكس بتساوي 10، كلاس اي اكس بتساوي 5. طب ما هي فيرتشوال، بحكي لي هون الفيرتشوال ما لها شغل بكل بساطه. ليش؟ لانه اوبجكت اي انا اعطيتها لاوبجكت من نفس النوع. هون الكول باي فاليو بتفرق. شو يعني كول باي فاليو؟ يعني هون انا بنيت اوبجكت، المره الاولى كانت ريفرنس بتاشر على اوبجكت، كان في عندي شغل للفيرتشوال، لكن لما تعمل كول باي فاليو ما عندي شغل للفيرتشوال نهائيا بكل بساطه. ليش؟ لانه هون طيب اوبجكت بي خليها بتساوي الاو بي جي. ايش معنى هذا الحكي؟ يعني روح بالاول، طبعا هون روح بالاول على الفانكشن ابني لي اوبجكت من نوع الاي. فبكل بساطه هيعمل اوبجكت من نوع الاي هيك، مبدئيا هيك راح يحملها اوبجكت من نوع الاي وسميها او بي جي. طبعا هاي بالفانكشن اللي اسمها برنت اول، فهي اسمها او بي جي. تمام، هسا حكينا كول باي فاليو فيها خطوتين، ابني بعدين انسخ ممبر وايز كوبينج. الممبرز اللي موجوده في الاوبجكت بي خليها تعطي قيمها للي موجوده في الاوبجكت اي. عادي هون عادي، ليش؟ لانه بيس بيساوي الديرايفد، ما في عندي اي مشاكل. فهون الاكس اللي موجوده في الاو بي جي البارامتر الجديده رح تاخذ قيمه الاكس اللي موجوده في الارجيومنت، فهي رح تكون قيمتها 5. هاي الاو بي جي. هسه بحكي لي طيب اعمل كول لا الفانكشن اللي اسمه برنت للاو بي جي اوبجكت. في عنده يختار برنت اي ولا برنت بي؟ لا، هون هو نوعه اي ولا شايف البي اصلا نهائيا. هذا اللي بدي اوصل لكم اياه، انه الكول باي فاليو انا ما عندي ديرايفد وبيس، انا فقط عندي نوع واحد. اوكي، هون انا اعطيت اوبجكت من نوع الديرايفد قيمه لاوبجكت من نوع البيس بحكي لي اوكي، بس انا فعليا نسخت قيم هون فقط. متى بيكون الشغل للفيرتشوال؟ فقط في حاله انه كان عندي بوينتر او ريفرنس من نوع البيس بيأشر على اوبجكت من نوع الديرايف فقط لا غير. وهي المقصود بالبوليمورفيزم. البوليمورفيزم بحكي لي انه زي ما حكينا هذا الفانكشن اذا كان يستقبل، هذا الفانكشن اللي اسمه برنت اول اذا كان يستقبل ريفرنس من نوع البيس، فهو اما تقدر تعمل له كول من خلال اوبجكت من نوع البيس او من خلال اوبجكت من نوع الديرايف. هذا المقصود بال بوليمورفيزم، المقصود بالبوليمورفيزم. واصلا الاوفرلودنج كمان للفانكشنات هي عباره عن بوليمورفيزم، لكن اسمها ستاتيك بايندينج. اما هاي البوليمورفيزم اسمها دايناميك بايندينج. طبعا ليش دايناميك؟ لانه انا قاعد بتعامل هون مع ريفرنس ومع بوينتر، فعشان هيك سميناها دايناميك بوينترز، دايناميك الوكيشن. هاي المقصود بالفيرتشوال والبوليمورفيزم ومتى بستخدمهم. لحد هون حد عنده سؤال استفسار؟ طيب اوكي نكمل. دكتور انا عندي سؤال. اتفضل. ليش لما عملتي بيس يساوي ديرايفد ليش لما قبل ما تحطي الفيرتشوال ليش طب ما طبع؟ يعني شو السبب بس؟ قبل ما احط الفيرتشوال هون لانه تذكرت هون لانه كان في عندي ريفرنس من نوع الاي، تمام، بتاشر على اوبجكت من نوع البي. بحكي لك اوكي انا ما عندي مشكله، لكن اذا البيس
بيأشر على object من نوع derived هو ما بيقدر يعمل access إلا فقط على الأشياء اللي خاصة في البيس. يعني بيحكي لك أنا نوعي A فبقدر أشوف لك ال X والبرنت اللي موجودة في ال A فقط. فال data member اللي اسمها A والfunction اللي اسمها print اللي موجودة في B أنا ما بقدر أشوفهم. بيحكي لك فقط أنا بقدر أشوف اللي من نوعي عشان أنت تخليه يشوف الأشياء اللي خاصة في ال derived. تمام شكرا. اوكي العفو. مين كان عنده سؤال استفسار؟ طيب نكمل ننتقل لل virtual destructor. يلا ركزوا معي هون. لو كان عندي الكلاس A فيها two functions، الفانكشن الاولى اسمها fun1 والفانكشن الثاني اسمها fun2 وفيها destructor. كمان مره اطلعوا هون fun2 نوعها virtual، هاي تاثيرها ما رح يكون على الاوبجكتس اللي من نوع ال A، هاي تاثيرها رح يكون على الكلاس اللي حينعمل له inheritance من ال A. فهاي الفيرتشوال تاثيرها على ال B ما رح يكون تاثيرها على ال A. ليش؟ لان الكلاس B عامله public inheritance من ال A. هسه بحكي لنا بالاضافه لا الفانكشنات اللي حتتورثها البيم من الـ A فيها fun1 فيها fun2. هنا في عندي overriding. انا في عندي fun1 في الـ B وفيها fun1 من الـ A، فهون انا في عندي two functions بنفس الاسم، واحد في البيس وواحد في الديرايف. وبرضو fun2 مالها برضو فيها overriding. fun2 في عندي function اسمه fun2 في البيس وfunction اسمه fun2 في الديرايف وفي عندي destructor. خلينا نشوف بالمين شو طالب مني. بحكي لي في المين A star B، ايش معناها هاي؟ pointer، ما تبني object، انا بدي pointer اسمها B، هاي البوينتر اللي اسمها B. تمام، هسا بحكي لي B بتساوي البوينتر B بتساوي new B. خلينا نشوف هل المساواة صحيحة؟ ال right hand side هاي ايش نوعها؟ نوعها B اللي هي derived، وال left hand side هاي ايش نوعها؟ نوعها base. صارت base بتساوي derived صحيحة؟ صحيحة. احنا حكينا دائما base يساوي derived صحيحة بغض النظر كان pointer ولا reference ولا object، اذا كان دائما base على الشمال صحيحة. تمام، خلينا نشوف هاي شو تأثيرها في الذاكرة. هاي new b معناها ابني object من نوع ال b، فانا هاي ال object اللي بدي ابنيها من نوع ال b فيها fun1. لو اشتغل على البنت اريح لي. شوفوا كيف شكلها. فهاي مبدئيا البوينتر اللي اسمها B، هاي البوينتر اللي اسمها B. هسا بحكي لي نيو B ابني اوبجكت من نوع ال B. B اذا بتتذكروا شو كان فيها، خلينا نجيب الاشياء اللي تورثتها من ال A. لاحظوا شو تورثت من ال A، fun1 وفن 2 وهذول overriding، فعشان هيك مباشرة أنا بدأ تمنيهن هيك fun 1 و A fun 2 وفيها برضو نفسها fun 1 وفيها fun 2. فمبدئيا هيك شكل الobject. كمان مرة هاي new B هيك تأثيرها في الذاكرة. طبعا إذا كان في constructor رح تستبعد الconstructor، والنيو بترجع لي الادرس بتحتفظ فيه في البوينتر بي. فهاي الجمله الاولى هيك تاثيرها، او سوري الثانيه اللي هي بي بتساوي نيو بي. طيب يلا ركزوا معنا هسا بي ارو فان 1. هسا بيجي بصفن الكومبايلر، بيجي بيحكي البي بوينتر هي ايش نوعها؟ نوعها طلعوا بيس. البي بوينتر نوعها بيس بتأشر على درايف مباشرة. هون حطوا في بالكم انه حيصير عندي شغل للفيرتشوال، فهون بوينتر من نوع البيس بيأشر على اوبجكت من نوع الدرايف. طيب بحكي لي بي ارو فن 1 معناها روح استدعي الفن 1. تمام، بيجي بحكي بي انا شو نوعي؟ نوعي A، معناها لازم اروح على فن 1 اللي موجودة في A. طيب هون معناها رح يروح على فن 1 اللي في A ويستدعيها فيرتشوال اشي؟ لا، فحيطبع فن 1 وفي كلاس A. تمام، وصلت الفكرة. فكمان مرة
البوينتر بي نوعه بيس بيأشر على اوبجكت نوعه ديرايف، فانا حكيت له روح استدعي فان 1. هسه فان 1 المفروض يروح على اللي من نوعه، دائما ببلش بنوعه، بيحكي انا نوعي A فبدي اروح لك على فان 1 اللي موجوده في A. فان 1 اللي موجوده في A مش فيرتشوال فرح ياخذها، فرح يطبع لي فان 1 اوف كلاس A. فهي طبعها، هاي انطبعت فان 1 اوف كلاس A من استدعاء هاي الجمله. يكمل بحكي لي بي ارو فان 2، فهاي راح تروح تستدعي الفان 2 اللي موجوده في الكلاس A. ليش اللي موجوده في الكلاس A؟ بحكي لك انا نوعي بوينتر من نوع ال A، فالاولويه اروح ادور على فانكشناتي جوا الكلاس A، لكن لقاها فيرتشوال. كلمه فيرتشوال هسه بصفن، بحكي انا نوعي A، طب على شو باشر؟ بأشر على أوبجكت نوعه B، معناها لازم أروح على فان 2 اللي موجودة في B. كمان مرة ملاحظة، إذا فان 2 مش موجودة في B خلص هو مضطر ياخذ اللي موجودة في A، بحكي لك أنا ما عندي غيرها، لكن هون فان 2 موجودة في B فمباشرة هاي الفيرتشوال حتنزلنا على فان 2 اللي موجودة في B فحتطبع لي فان 2 أوف كلاس B، وهاي السكند أوتبوت. وكمان مرة تطلعوا هون، فان 1 أخذها من الكلاس A لانه هو نوعه A وفان 1 مش فيرتشوال، لكن فان 2 اخذها من الكلاس B هو نوعه A لكن فان 2 فيرتشوال نزلته على الفان 2 اللي موجود في الكلاس B. تمام، هسه بحكي لنا ديليت ال B. شو يعني ديليت ال دايناميك اوبجكت؟ معناها استدعي له الدستركتر. طيب على اي دستركتر حتروح؟ هسه بحكي لك B انا نوعي الكلاس A، أنا بوينتر من نوع الكلاس A فرح أروح على الدستركتري، فمباشرة هاي الديليت رح تروح على الدستركتر اللي موجودة في الكلاس A وحتطبع لي دستركتر في A. رح تقرب بي على B إشي؟ لا. هون كمان مرة لما حكيت له ديليت ال B بحكي لي ديليت معناها روح استدعي الدستركتر، أنا نوعي A فرح أروح استدعي الدستركتر تاع ال A وانتهى. لكن لاحظوا إحنا هون في النيو شو عملنا؟ بنينا اوبجكت من نوع البي، فالدستركتر لاحظوا شو حيعمل؟ احنا حكينا الدستركتر بهدم الاشياء اللي خاصه في الاوبجكت اللي من نوع الكلاس تاعه، فبحكي لي البي بوينتر نوع الكلاس A فرح يهدم اشياء ال A، طبعا في حال انه كان عندي داتا ممبرز. طب الاشياء اللي من نوع البي هذول دايناميك، انا ما بقدر اهدمهن الا باستخدام الديليت، معناها من هون حيظلوا موجودات. معناها تطلعوا كمان مرة، أوكي بوينتر من نوع البيس بيقدر يأشر على أوبجكت من نوع الديرايف لكن ما رح يقدر يستدعي له الدستركتر. فهون بحكي لك أنا نوعي B بروح على نوعي A عفوا بروح على دستركتر الA، عشان هيك بس طبع لي دستركتر of A. طب لو أنا بدي أهدمه كامل، طب ما هو البوينتر B بيأشر على أوبجكت من نوع الB، فالمفروض الأوبجكت اللي من نوع الـ B يهدم لي الـ Base Class والـ Derived Class. معناها كيف أنا ممكن أعمل هذا الحكي؟ باستخدام الـ Virtual Destructor. نفس الـ Example تماماً، نفسه تماماً، بس ضفنا هاي الكلمة. معناها هل ممكن يكون الـ Destructor Virtual؟ Yes، لازم يكون الـ Destructor Virtual في حال إنه كان عندي على الأقل Function في الـ Base Class Virtual، فلازم يكون الدستركتر فيرتشوال. فبشكل عام بحكي انه يفضل دائما البيسك كلاس، دائما يفضل البيسك كلاس انه يكون الدستركتر تبعيته فيرتشوال، عشان اذا بده ياشر ريفرنس او بوينتر من نوعه على اوبجكت من نوع الديرايف يقدر يهدمه. معناها تطلعوا هون، ما بدي اعيد بس بدي اعيد اخر جمله، ديليت البي هي معناها روح استدعي الدستركتر عشان تهدم الدايناميك اوبجكت اللي بيأشر عليه البي. بحكي لك بي انا نوعي الكلاس A فبدي اطلع على دستركتري اللي هو من نوع الكلاس A، لكن شو لقى فيرتشوال. بحكي فيرتشوال خليني اصفن شوي، اوكي انا نوعي A لكن بأشر على اوبجكت نوعه B، هاي الجمله حتنزلني على دستركتر البي، فمباشره قبل ما ينفذ هاي الجمله رح ينزل على دستركتر البي ويطبعها، فهون حيطبع لي دستركتر اوف بي. تمام، لهون خلصت مرحلة الفيرتشوال او خلصت مهمة الفيرتشوال، فقط تنزلك عن النسخة المناسبة حسب البوينتر او الريفرنس وين بيأشر. تمام،
نرجع للحالة الاعتيادية، أنا بعرف إنها B هي derived class، فلازم لما بدي أهدمها أرجع رجوع بالdestructor، فلما بدي أهدم الderived هاي الانهيريتنس العلاقة بتحكي لك ارجع اهدم من خلال الدستركتر تاع البيس. فهون شوفوا شو طبع لي دستركتر اوف بي دستركتر اوف اي، هاي الفرق ما بين الكودين. زي ما حكيت لكم هون ما في عندي فيرتشوال للدستركتر، فبحكي لك بي انا نوعي كلاس اي فبروح على الدستركتر وماليش علاقة بالإشي اللي باقي. لكن هون لما حولنا الدستركتر تاع البيس لفيرتشوال بحكي لي اوكي انا نوعي بيس لكن بأشر على derived، معناها لازم اروح على الدستركتر الديرايف. لما عمل دستركتر للديرايف بده يرجع على البيس بناء على القاعده اللي حكيناها، انه دائما اذا كان في عندي ديرايفد اوبجكت راح يهدم الديرايفد ممبر بعدين يرجع يهدم البيس ممبر. وهي فكره الفيرتشوال دستركتر. كمان مره متى بشتغل؟ في حال انه كان عندي بوينتر او ريفرنس من نوع البيس بيأشر على اوبجكت من نوع الديرايف فقط لا غير. ايش قصدي في فقط لا غير؟ يعني لو كانت هاي نيو اي بوينتر من نوع الاي بيأشر على اوبجكت من نوع الاي، في شغل للفيرتشوال اشي؟ لا، فقط شغله اذا كان في عندي على اليمين وعلى الشمال نوعين مختلفات، مش مختلفات يعني تكون واحدة بيس وواحدة ديرايفد. طيب نشوف هالاكزامبل يلا وركزوا معي. هون بحكي لنا عن الفيرتشوال عن الفيرتشوال وخاصية التوريث، هل تورث خاصية الفيرتشوال ولا لا؟ مبدئيا خلينا نشوف الكلاسات بشكل سريع. كلاس A فيها ثلاثة functions fun1 وفيها fun2 virtual وفيها 3 fun3 وفيها الدستركتر. كمان مرة حكينا هاي الفيرتشوال رح يكون تأثيرها على الديرايفد كلاس اللي حيكون الكلاس A لها بيس. تمام، ننزل لكلاس اللي تحته. في عندي الكلاس B عاملة public inheritance من A، معناها B هي derived من A، فهاي الفيرتشوال رح يكون تأثيرها على B فقط في حال انه كان عندها نفس الفونكشن بنفس الاسم. فهون في عندي fun1 virtual وفيها fun2 مش virtual وفيها fun3 مش virtual. لكن هسه عندي معلومة بحكي لنا خاصية الفيرتشوال للفونكشن تورث. كيف يعني تورث؟ مبدئيا الكلاس A فيها fun1 وفيها fun2 virtual وفيها fun3 مش virtual، فالفيرتشوال فيها فقط fun2. تمام، هسه بحكي لنا الكلاس B هتتورث هاي الخاصية. كيف يعني؟ بحكي لنا fun2 virtual في A فرح تتحول مباشرة fun2 في B virtual. هاي المقصود بتوريث خاصية الفيرتشوال. معناها كمان مرة هون عندي الكلاس A فيها fun2 virtual، فالكلاس B لأنه عندها fun2 مباشرة حتتحول ل virtual، وأصلا عندها fun1 هي virtual. fun3 عندها مش virtual، طب عند A virtual؟ لا. إذا لو سألناكوا fun2 شو الفيرتشوال اللي فيها؟ هيكونوا fun1 منها نفسها، وحتكون fun2 تورثتها الخاصية من الـ A. هي المقصود بإنه خاصية الفيرتشوال تورث. كمان مرة إيش يعني تورث؟ تورث في الـ overriding functions اللي موجودة في الـ base والـ derived. يعني هون fun2 موجودة في A وموجودة في B، اللي موجودة في A virtual اللي موجودة في B مباشرة حتتحول لفيرتشوال. طب العكس، احنا عرفنا انها البيس بتورث الديرايف، طب الديرايف بتورث البيس. يعني هون عندي fun1 في B virtual، هل رح تكون fun1 اللي في A virtual؟ لا، دايما الانهيرتنس بنزل لتحت ما برجع بطلع لفوق. فالكلاس B ما بتورث A، A بتورث الخاصية لB. نشوف بس بحكي لنا كلاس C عاملة public inheritance من ال B، معناها C تورثت كل إشي من B اللي بدورها تورثت كل إشي من ال A. يعني هون كأني بحكي له بشكل غير مباشر لكلاس C، لكلاس C تورثت كل إشي موجود في ال A عن طريق ال B. طب خلينا نشوف C برضو فيها fun1 وفيها fun2 وفيها fun3. طيب بسألكوا سؤال، هل fun1 virtual في C؟ يس. ليش؟
لأنها في B virtual فحتورثها ل C. ففان 1 اللي في C صارت virtual لأنها تورثتها من ال B. طب هل فان 2 اللي موجودة في C virtual؟ Yes. ليش؟ لأنها فان 2 اللي موجودة في B تورثتها من ال A فصارت virtual، واللي في B حتورثها ل C فصارت virtual. إذا فان 1 virtual من ال B، وفان 2 virtual من ال A اللي تورثتها B، وفن 3 منها نفسها. فلو سألنا عن كلاس سي هيكون فيها فن 1 فيرتشوال وفن 2 فيرتشوال وفن 3 فيرتشوال. هاي المقصود بخاصية التوريث. دائما تذكروا انه الفيرتشوال تورث ما بين الاوفررايدنج فانكشنز من البيس للديرايف. طلعوا هون شو بحكي لنا. في عندي نان ممبر فانكشن اسمها اوت فن. هاي النان ممبر فانكشن لاحظوا شو بتستقبل؟ ريفرنس من نوع البي. ريفرنس من نوع البي معناها انا كيف ممكن اعمل الكول؟ اما ممكن اعمل الكول باني اعطيه اوبجكت من نوع البي او اوبجكت من نوع السي، صحيح؟ ليش؟ لانها السي هي ديرايف من البي. فتذكروا دائما اذا كان عندي ريفرنس من نوع البيس فممكن يستقبل اوبجكت من نوع البيس او اوبجكت من نوع الديرايف. لكن هل بقدر اعطيه اوبجكت من نوع الاي هذا الفانكشن؟ لا، بكل بساطة. ليش؟ لأنه الـ B هي مش بيس لـ A، فكأني بحكي له الديرايف بتساوي البيس ممنوعة. فهذا الفانكشن اللي اسمه OutFun إما بعطيه Object من نوع الـ C أو بعطيه Object من نوع الـ B، أما غير هيك ما بيقبلها. تمام، نيجي على المين. بالمين بحكي لنا C OBG C. أنا بدي أبني Object من نوع الـ C أسميها Object C. تمام؟ أوكي، هون فيش عندي Constructor حيبني السي. طبعا السي عامله انهيرتنس من البي اللي عامله انهيرتنس من الاي. لو كان عندي كونستركتر في اي وفي بي وفي سي كيف رح يمشي؟ رح يمشي كونستركتر الاي بعدين كونستركتر البي بعدين كونستركتر السي. اتذكروها، هاي ممكن تجيبكم عليها بالامتحان. لو كان عندي كونستركتر في الاي وفي البي والسي، انا لما بدي ابني اوبجكت من نوع السي هو المفروض يبني البيس تاعه، لكن البيس اصلا في إلو بيس، فرح يبني constructor الـ A بعدين constructor الـ B بعدين constructor الـ C. تمام، هون بحكي لنا روح اعمل call للفونكشن اللي اسمه دكتورة صوتك راح هيك رجع؟ تمام. اوكي، كمان مره هون بدي اعمل كول للفانكشن اللي اسمها outfun. بدي اعمل كول للفانكشن اللي اسمها outfun. فانا عندي هون object من نوع الderived بدها تعمل كول لفانكشن بيستقبل reference من نوع البيس. عادي؟ عادي. هون في عندي انا reference من نوع البي بدي اشر على object من نوع السي، اذا صحيحه 100% لانه على الليفت هاند سايد انا في عندي بيس وعلى الرايت هاند سايد في عندي ديرايفد. لكن هون خليها في بالنا انه راح يكون في عندي شغل للفيرتشوال لانه الريفرنس من نوع والاوبجكت اللي بيأشر عليه من نوع ثاني. بس خليني اشيل الخرابيش ونكمل. يلا هون كمان مره حكينا في عندي ريفرنس من نوع البي اشرت على اوبجكت من نوع السي، هذا الاوبجكت من نوع السي وهاي الريفرنس من نوع البي اشرت عليها. تمام، هسا في عندي داخل الفانكشن بحكي لي obj parameter dot fun1. بيجي بصفن الكومبايلر obj parameter نوعها بي، فالاولويه fun1 تروح على بي، فمباشره حتروح على fun1 اللي موجوده في بي. لكن لقيتها فيرتشوال بحكي virtual انا بيس باشر على derived، معناها هاي الفيرتشوال راح تنزلنا مباشره على fun1 اللي موجوده في سي. كمان مره ليش صار معنا هون هيك؟ لانه ريفرنس من نوع البيس بياشر على اوبجكت من نوع الديرايف، يعني الريفرنس بياشر على شيء مختلف عنه. لكن لو كان بياشر الريفرنس بي على اوبجكت من نوع البي راح ياخذها، ما راح يكون في تاثير للفيرتشوال. هون صار تأثير الفيرتشوال فقط لأنه أنا عندي ريفرنس بتأشر على أوبجكت من نوع مش نفس نوعها. فهون أول أوتبوت حتطلع عندي اللي هي fun1 of class C. هاي أول أوتبوت من الجملة الأولى fun1 of class C. نكمل.
بحكي لنا OBG parameter dot fun2 بنفس الطريقة. أنا نوعي B فبدي أروح على fun2 اللي موجودة في B. لكن حيلاقيها virtual. طبعاً ليش virtual؟ تذكروا قبل شوي إحنا حكينا fun2 في A virtual، فمباشرة حتتورث الخاصية fun2 الفانكشن اللي موجودة في B. فهي fun2 برضو virtual، بحكي لي أنا هون نوعي B لكن بأشر على object نوعه C، فمباشرة حتنزلنا على fun2 اللي موجودة في C، فحيطبع fun2 في class C، وهي second output. اللي بعديها بحكي لنا OBG parameter dot fun3 برضو بنفس الطريقة. أنا نوعي B فالأولوية أروح على fun3 تاعت ال B. virtual إشي؟ لا مش virtual، فحيأخذها فحيطبع fun3 of class B، وهاي الأوتبوت نمبر 3. فلاحظوا fun1 نزل على fun1 اللي موجودة في C، وfun2 نزل على fun2 اللي موجودة في C لأنهم virtual، لكن fun3 ما قدر ينزل على fun3 اللي موجودة في C لأنها مش virtual، فهو اضطر ياخذ fun3 اللي من نوعه، فعشان هيك طبع لي fun3 of class D. هاي الجزء الأول تمام. بس أشيل الخرابيش ونكمل. هون بحكي لنا طبعا خلص الفانكشن ما في عندي استدعاء للدستركتر، ليش؟ لانه هذا ريفرنس مش اوبجكت. الجمله اللي بعديها بحكي لي في عندي بوينتر من نوع البي اشرت على اوبجكت من نوع السي، عادي؟ عادي. ليش؟ لانها البي بيس والسي ديرايد، فاموري تمام. لو كان في عندي كونستركتر كمان مره كيف حيمشي؟ حيمشي كونستركتر اي بعدين كونستركتر بي بعدين كونستركتر سي. بنينا البوينتر اللي اشر على الاوبجكت، هسه بحكي لي ديليت البي. نركز هون، نجي بحكي ديليت لبوينتر بيأشر على اوبجكت، يعني روح استدعي الدستركتر لهذا الاوبجكت. البي نوعها كلاس بي، معناها حتطلع على الكونستركتر اللي خاص فيها، فمباشره حتطلع لهون بحكي لك انا بوينتر نوعي بي فبدي اطلع على دستركتري، فحيطبع دستركتر اوف بي تمام. لكن البي الها بيس، معناها انا بدي ارجع ارجوع في الدستركتر، فلما يطبع دستركتر اوف بي بده يرجع يطلع على الدستركتر تاع البيس تبعيته لانه عامل انهيرتنس، فراح يطبع دستركتر اوف اي. فلاحظوا هون هاي السكند اوتبوت، هذول دستركتر بي دستركتر اي خاصين بجمله ديليت البي. طب اطلعوا على شيء، اوكي البوينتر بي نوعه من الكلاس بي لكن هو كان ياشر على اوبجكت من نوع الدي، المفروض هو استدعى لي دستركتر ال سي، عفوا سي مش الدي. فكمان مره البوينتر بي نوعه لكلاس بي لكن بيأشر على اوبجكت من نوع السي، معناها المفروض هو هدم لي سي بعدين هدم لي بي بعدين هدم لي اي، لكن بحكي لك انا نوعي بي فبقدرش اروح الا على دستركتري، فعشان هيك طلع على دستركتر بي، ومن دستركتر بي طلع على البيس تاعه اللي هو دستركتر الاي. حكينا كيف بحل هاي المشكله عشان يطبع لي دستركتر سي، بكل بساطه بحكي لك خلي الدستركتر للبيس دائما فيرتشوال. طب مين احط، دستركتر البي فيرتشوال ولا دستركتر الاي؟ فممكن احط وحده فيهم، فممكن نعمل دستركتر البي فيرتشوال، لكن دائما بيحكي لنا يفضل اول كلاس هو اللي يكون الدستركتر تاعه فيرتشوال، عشان شو ما اشر هالبيس على اي نوع من الدرايفز اللي موجوده تحته يقدر يستدعي الدستركتر تاعه. فهون كمان مره الديليت هاي فقط طلعت لي على دستركتر البي بعدين دستركتر الاي، لو بدي تطلع على دستركتر السي بالاول لازم اضيف نفس الكود تماما. لكن شايفين هون شو في عندي، الدستركتر للاي خليناها فيرتشوال، وحكينا الفيرتشوال تورث. ايش يعني؟ بما انه دستركتر الاي فيرتشوال فدستركتر البي برضه حتكون فيرتشوال بالتوريث، ودستركتر السي برضه حتكون فيرتشوال في التوريث. لكن حكينا انه الفيرتشوال بتاثر على الديرايف، فهون سي ما راح تتاثر الفيرتشوال اللي موجوده عنده الا اذا صار بيس لديرايف اوبجكت جديد تمام. معناها كمان مرة هون اطلعوا، لما كانت ال دستركتر فيرتشوال لأي حكينا بي حتصير فيرتشوال وسي حتصير فيرتشوال، فأعيد نفس الجملة اللي هي ديليت البي
بحكي لك انا نوعي كلاس بي فبدي اروح على الدستركتر البي، لكن شو حيلاقيها؟ فيرتشوال، بيجي بصفن اوكي انا نوعي بي لكن باشر على اوبجكت نوعه سي. كمان مره لو باشر على اوبجكت من نفس نوعه الفيرتشوال مالهاش شغل، لكن لانه باشر على اوبجكت من نوع مختلف الفيرتشوال صار لها شغل، فهو مضطر ينزل على دستركتر السي فحيطبعها. هسه برجع رجوع، طبعا ليش برجع رجوع؟ لانها سي لها بيس اللي هي بي فبدها تطلع على البيس تاعها وتهدمه، وبي لها بيس اللي هي ايه فبدها تطلع على البيس تاعها وتهدمه، فعشان هيك طبع لي دستركتر سي بي ايه، هذول من الديليت. ارجع هون، طبعا ليش في عندي هذول كمان مره؟ لانه بمجرد ما انتهى المين انا في عندي هذا الاوبجكت اللي هو ستاتيك الوكيشن بده ينهدم. نوعه سي، شو يعني نوعه سي؟ يعني بده يطلع على دستركتره، فمباشره لما بدي اهدمه بيطلع على دستركتر السي، حيطلع دستركتره في سي، بعدين بدي اطلع على دستركتر البيس تاعه اللي هو بي، بعدين بدي اطلع على دستركتر تاع البيس تاعه. طلعوا طب هون مش فيرتشوال، كيف راح على السي بعدين على البي بعدين على الاي؟ احنا حكينا متى الفيرتشوال بتشتغل؟ فقط في حاله الدايناميك، يا اما يكون عندي ريفرنس او بوينتر بيأشر على الديراكت، اما مع الاوبجكتس العاديه زي هاي ما له اي شغل او اي تاثير نهائيا. فدائما يفضل انه اذا كان في عندي على الاقل فانكشن واحد داخل الكلاس فيرتشوال انه الدستركتر ينعمل فيرتشوال. طب سؤال هيك فكروا فيه لحالكم ممكن يجيكم بالامتحان، هل وجربوها هل ممكن يكون الكونستركتر فيرتشوال؟ فكروا فيها لحالكم، هل ممكن زي ما الدستركتر انعمل فيرتشوال هل ممكن الكونستركتر يكون فيرتشوال؟ جاوبوها منطقيا بعدين جربوها على الكومبايلر، ما بدي احلها انا. هسا اخر موضوع عندنا، اخر موضوع عندنا اللي هو مفهوم الابستراكت كلاس. شو يعني مفهوم الابستراكت كلاس وشو يعني بيور فيرتشوال فانكشن؟ عرفنا شو يعني فيرتشوال فانكشن. فيرتشوال فانكشن هي خاصيه بتعطي البوينتر او الريفرنس اللي من نوع البيس كلاس انه يقدر يوصل للاوفررايدنج فانكشنز اللي موجوده في الديرايفد كلاس فقط لا غير. شفتوا مسهلها؟ فقط هاي الحاله. طيب شو يعني لما يكون بيور فيرتشوال؟ بحكي لنا البيور فيرتشوال فانكشن هو فيرتشوال فانكشن لكن ما له بادي. شو يعني ما له بادي؟ هيك شكلها، طلعوا هذا الفانكشن طبعا هو ممبر موجود داخل الكلاس، ببلش بكلمه فيرتشوال عادي، بعدين الهيدر تاعه عادي، لكن هون ايكوال تو زيرو. ايش معنى ايكوال تو زيرو؟ طب احنا بنعرف الفانكشن ما له قيمه. هون ايكوال تو زيرو مش معناها انه قيمته صفر، لا معناها انه ما له بادي. فبكل بساطه بيور فيرتشوال فانكشن هو الفانكشن اللي ما له بادي. شو يعني ما له بادي؟ يعني فعليا مش فانكشن كامل. طيب معناها هون لما يكون عندي بيور فيرتشوال فانكشن يعني فانكشن في جزء منه مفقود داخل هالكلاس، فالكلاس هذا برضه مش كامل. ولما يكون داخل الكلاس فانكشن بيور بسمي هذا الكلاس ابستراكت كلاس. شو يعني ابستراكت كلاس؟ يعني كلاس مش كامل. شو يعني كلاس مش كامل؟ يعني ما بتقدر تعمل منه اوبجكت. طب ليش اذا انا عملته؟ عملناه لانه الابستراكت كلاس انا بستخدمه كبيس من خلاله ابني الديرايف. يعني اعطيكم اكزامبل عليه. هون بس افرجيكم هالشكل اللي عندي. مش هاي. سوري ابستراكت. هي من الشرح اللي حكيت لكم عنه. اطلعوا مثلا هون هذا نظام الجامعة. اذا بتتذكروا اول ما بلشنا شرح الانهيريتنس بلشت لكم فيه. الجامعة فيها student class وفيها instructor class وفيها staff class. حكينا هدول الثلاث في عندهم properties وفانكشنات مشتركة. جينا جمعناهم وحطيناهم في الكلاس اللي اسمه بيرسون، وحكينا هذا البيرسون هو رح يكون بيس من خلاله انا ابني الثلاث كلاسز، الستيودنت والانستركتور والستاف. هيك انا بكون جمعت الاشياء المشتركه بدل ما اكررها بكل واحد منهم، وحطيتها بالكلاس اللي اسمه بيرسون، وحكيت انه هذا بيس كلاس بعمل منه انا ديرايفد كلاسز. تمام، اذا وظيفه الانهيريتنس فقط
عشان أقدر أبني كلاس من كلاس موجود أصلاً وما أكرر الممبرز في كل كلاس أنا بدي إياه. طيب هسا نفكر شوي منطقياً بالجامعة أو بنظام الجامعة. في نظام الجامعة يعني لما ندخل إحنا الجامعة مش بتعرفوا أنه على البوابة في عنا أمن؟ هذا الأمن شو وظيفته؟ يشيك على الهوية. إذا أنت طالب أو موظف تقدر تدخل الجامعة، إذا مش طالب أو موظف ممنوع تدخل. معناها هون هم من خلال الأمن الجامعي بمنعوا أي حدا ملهوش علاقة بالجامعة يدخل عليها. طيب إجوا جماعة الأوبجكت أورينتد فكروا بنفس الطريقة، يجوا حكوا نظام الجامعة اللي موجود على السيستم لما يكون في ستودنت معروف شو هو، ولما يكون انستركتور معروف شو هو. طيب هل أنا بقدر أعمل أوبجكت نوعه بيرسون جوا نظام الجامعة؟ بس سنتكتيكلي صحيحة، يعني أنا بقدر أبني أوبجكت نوعه بيرسون في نظام الجامعة، لكن منطقيا هل البيرسون هذا له شغل؟ لا، إحنا المفروض يكون عندنا بالجامعة فقط إما نوعه ستودنت أو نوعه انستركتور مدرس أو نوع ستاف اللي هنو الموظفين العاديين. معناها أنا بدي أمنع أي مبرمج بيشتغل على السيستم تاعي إنه يعمل أوبجكت من نوع البيرسون. فهمنا ليش؟ لأنه منطقيا نظام الجامعة ممنوع يكون فيه إلا هذول الثلاث أنواع. طب أنا هو عندي كلاس اسمه بيرسون يعني ممكن يعملوا أوبجكت، فأنا عشان أمنع المبرمجين اللي بيستخدموا الكلاس تاعي إنهم يعملوا أوبجكت من نوع البيرسون بعملوا أبستراكت. إذا شو يعني أبستراكت؟ كلاس اللي هو الكلاس اللي ممنوع تعمل منه أوبجكت. طب كيف بدي أحوله لأبستراكت؟ بكل بساطة إنك تضيف عليه على الأقل one pure virtual function. شو يعني على الأقل؟ يعني ممكن تضيف فقط واحد، ممكن اثنين، ممكن ثلاث، ممكن أي عدد بدك إياه. فهي المقصود في الأبستراكت كلاس. فكمان مرة، abstract class هو الكلاس اللي ممنوع تعمل منه object. كيف بدي أحوله لأبستراكت؟ إني على الأقل أخلي فيه function نوعه pure virtual. شو يعني pure virtual؟ يعني ما إله body. طب شو الهدف منه؟ الهدف فقط إني أستخدمه في بناء الobject. يعني الإكزامبل اللي فرجتكم إياه قبل شوي، هون أنا بدي class اسمه person عندي عشان أقدر أبني من خلاله للستودنت والانستركتور والستاف بدون ما اعمل تكرار، لكن بنفس الوقت ما بدي اعمل منه اوبجكت فبجمده. كيف بدي اجمده؟ بحط جواه فانكشن نوعه بيور فيرتشوال. طلعوا على هالاكزامبل اللي عندي. في عندي كلاس A فيها فقط فانكشن واحد اللي هو فيرتشوال، لكنه شو ماله؟ بحكي لي equal to zero. شو يعني equal to zero؟ يعني ما إله body. فمباشرة بحكي إن هال A هي عبارة عن abstract class. طب ليش أنا باني؟ بكل بساطة أنا بنيته عشان يكون based لتو classes اللي هن الكلاس B والكلاس C. فهون الكلاس B عاملة public inheritance من ال A، إذن البيس تاعها A. طبعا هون هذا example صغير ما فيه إلا function واحد بس عشان نوضح لكم مفهوم الابستراكت والفائدة منه، لكن بالعادة رح يكون هذا الكلاس كلاس كامل فيه constructor وفيه destructor وفيه functional. زي الإكزامبل اللي حكيت لكم عنه البيرسون فيه data members اللي هن الرقم الوطني، الادرس، رقم التليفون إلى آخره، بالإضافة للfunctionات كلياتها اللي عديناها، لكن حيكون فيها فقط function واحد أنا بدي أعمله pure virtual عشان ما ينعمل منه object نهائيا. فهون عندي الكلاس B فيها الواي، فيها constructor وفيها print function، وفي عندي الكلاس سي فيها الزد، فيها constructor وفيها الفانكشن print. طبعا هون البيس لها A مش البيس لها B. فهون انا استخدمت الكلاس A بانه يكون عبارة عن بيس ابني عليه الكلاس B والكلاس C. طلعوا هون في عندي void fun non-member function. طلعوا هون انا حكي له خليه يستقبل ريفرنس من نوع الـ A عادي؟ عادي. حكينا الـ Abstract Class ممنوع تعمل منه Object، لكن مسموح تعمل ريفرنس ومسموح تعمل Pointer. حطوها في بالكم. فكمان مرة الـ Abstract Class ممنوع أعمل منه Object، لكن بقدر أعمل منه ريفرنس وبقدر أعمل منه Pointer. وهذا الـ Function اللي اسمه Fun بيستقبل ريفرنس من نوع الـ A،
reference من نوع ال A اللي هو base ل B و C. فهذا الفانكشن إذا أعطيته object من نوع ال B رح يقبله، إذا أعطيته object من نوع ال C رح يقبله. هذا المقصود بالبوليمورفيزم، إنه هذا الفانكشن متعدد الأشكال، ممكن يأخذ لك object نوعه B عادي وممكن يأخذ لك بنفس الوقت object نوعه C عادي. ليش؟ لأنه ال B وال C هذولا derived classes من ال class A. فهون بحكي لنا ابني object من نوع ال B سميها object 2، حيروح على ال constructor. طبعا حيلاقي عامل inheritance من ال A، إذا ال A في إلها constructor لازم أنفذها بعدين أنزل على ال B. هون بال constructor بحكي لك خلي قيمة ال Y بتساوي العشرين، بعدين بنفس الطريقة ببني C ال constructor بخلي قيمة ال Z، طبعا هاي ال B ال Y تبعتها 20 وهاي ال Z ال Y تبعتها 30. هسا تطلعوا هون أنا عملت call للفانكشن اللي اسمه fun من خلال object 2. خليني أصفن شوي. object 2 نوعه B، استقبلوا reference من نوع ال A عادي، يعني reference من نوع ال A بيساوي object من نوع ال B عادي، ال left base وال right derived، إذن أموره تمام. فحكى لي هون x.print بيجي بحكي طب أنا نوعي A بدي أروح على ال class اللي خاص فيي، أنا نوعي A فبدي أروح على print ال A، شو حيلاقيها؟ حيلاقيها virtual، حينزل على B مباشرة وحيستدعي البرنت تاعتها. ليش؟ لأنه هو ريفرنس من نوع ال A لكن بيأشر على object من نوع ال B، معناها من هون حينزل على البرنت اللي موجود فيه. هسا ملاحظة، دائما البيور الصوت راح مرة ثانية. عفوا شباب اعذروني بس فصل النت، هيك سامعيني؟ تمام سامعين. يلا اوكي نرجع. فكمان مره هون اخر ملاحظه حكيتها انه الكلاس A هي عباره عن abstract class لاني ضفت عليها pure virtual function. ملاحظه بدون ما يكون virtual، يعني لو كان هيك عادي احكي له void print equal to zero، لا لازم عشان يكون pure virtual او عشان عشان يكون pure لازم يكون virtual. فلو ما كانت هاي الكلمه موجوده حيعطينا عليها error، فهي لازم تكون موجوده. كمان مره ممكن الابستراكت كلاس يكون فيها constructor destructor فانكشنات عاديه، لكن عشان تكون abstract على الاقل يكون فيها function واحد بيور، لازم على الأقل يكون فيها function واحد بيور. بيور يعني ما إله بدي، يعني مباشرة لما أكتب الهيدر تاعيته بكملها ب equal to zero. اطلعوا هون بحكي لنا ملاحظة على pure virtual function وعلى abstract class. حكينا إذا كان class abstract رح يكون فيها على الأقل one pure virtual function وممنوع أعمل منها object، لكن عادي أعمل منها reference وعادي أعمل منها pointer. فتطلعوا class A هون فيها ثلاثة functions، fun1 function عادي، fun2 virtual function، وfun3 pure virtual function. شو عرفني إنها pure؟ لأنه هون بحكي لي fun3 ما إلها body equal to zero، يعني ما إلها body. طيب نكمل. الكلاس B عاملة public inheritance من الـ A، فيها fun1 فيها fun2 فيها fun3. لا ننسى
الفيرتوال تورث. هسه فن 1 في A مش فيرتوال، ففن 1 في B مش رح تصير فيرتوال، لكن فن 2 في A فيرتوال، ففن 2 في B هتصير فيرتوال. فن 3 في A فيرتوال، معناها فن 3 في B برضو هتصير فيرتوال، حتى لو كانت بيور هي تورث. لكن هون اطلعوا فن 3 في A ما إلها بدي، لكن فن 3 في B إلها بدي. فهل البي أبستراكت؟ لا. فبيحكي لنا إذا كان عندي البيز عبارة عن أبستراكت كلاس، الديرايفت عشان يبطل أبستراكت لازم يعمل إمبليمنتيشن للبيور فيرتوال فانكشن اللي تورثه. يعني قبل ما أكمل هالإكزامبل بس تطلعوا هون، في عندي الكلاس A رح أرجع له بس عشان هيك الملاحظة سريعة. الكلاس A فيها فان 1 وفيها فان 2 وفيها الـ 3 بيور، معناها الـ A هي أبستراكت كلاس. اطلعوا على B، B فيها فقط فان 1 وفان 2، معناها هي تورثت 3 زي ما هو، تورثته بيور فيرتوال، معناها برضو الكلاس B أبستراكت. فهمنا الفكرة؟ فإذا كان البيس كلاس فيها بيور فيرتوال فانكشن لازم الديرايفد كلاس تعمل او تعطي امبلمنتيشن للبيور فيرتوال فانكشن عشان تبطل ابستراكت. فهنا الكلاس بي تورثت فان 3 زي ما هي، فعشان هيك الكلاس بي برضه رح تكون عباره عن ابستراكت. لكن الكلاس بي طلعوا الكلاس دي عاملة inheritance من البي، الكلاس دي عاملة inheritance من البي، فهي تورثت منها فان 1 لكنها طلعوا عملت implementation لفان 3، فمعناها بطلت abstract. هاي فكرة انه لما بدي ابني derived class من basic class، اذا كان هذا البيس abstract فلازم الderived عشان يبطل abstract انه يعمل implementation للpure virtual function. بيرجع للإكزامبل اللي تركته هون كمان مرة. في عندي function اسمه fun بستقبل reference من نوع الـ A، عادي حكينا reference عادي. اوكي الكلاس A هي abstract معناها ممنوع اعمل منها object، يعني اطلعوا هون لو حاولت اخلي function fun يستقبل object من نوع الـ A بحكي لي invalid او رح يعطيني عليها syntax error، لكن reference او pointer عادي ما فيها اي مشاكل. يلا نشوف شو رح يعطينا هاي الـ example output. في المين بحكي لنا طبعا ابني اوبجكت من نوع الA الليجل لانه ابستراكت مباشره حيعطينا عليها ايرور، ابني اوبجكت من نوع الB عادي عادي ما في اي مشاكل. طب بحكي لنا object2.fun1 حلو، object2 نوعها B فانا بدي اروح على fun1 اللي موجوده في B، فحيطبع fun1 of class B. اللي بعديها object2.fun2 انا نوعي B معناها بدي اروح على fun2 تاعت الB، فمعناها حيطبع fun2 of class B. لاحظوا هون ما في عندي virtual، ليش؟ لأنه object من نوع ال B فرح يروح على functionاته ما رح يحتاج. object2.fun3 فأنا نوعي B حروح على fun3 اللي من B فحيطبع fun3 of class B. فهي الثلاث output من الثلاثي call statement. هسا نشوف اللي بعدها بحكي لنا هون روح اعمل call للfunction اللي اسمها fun1 وخذ الـ object 2. هسا object 2 مين بده يستقبلها؟ reference من نوع الـ A. معناها هون صار في عندي شغل للـ virtual. ليش؟ لأنه في عندي derived object اللي هي object 2 أشرت عليها base reference. فأنا هون الـ OBG نوعها A أشرت على object نوعه B، ففي عندي شغل للـ virtual. تمام. فهون دايما حطوها هيك، هاي الريفرنس وهي بتأشر على الأوبجكت، هاي الأوبجكت نوع B، هاي الريفرنس نوعها A وبتأشر عليها. هسا شوفوا كيف بدنا نشتغلها. بحكي له obg.fun1 بحكي A أو عفوا الريفرنس OBG نوعه A، فأنا مش فيرتشوال واخذها زي ما هي، فرح يطبع لي fun1 of class A. فهاي الـ first output طلعت معي من هاي الجملة. اللي بعديها obg.fun2 كمان مرة بحكي أنا نوعي A فبدي أروح على fun2 اللي موجودة في A. لقاها virtual بحكي طيب أنا نوعي A بس بأشر على object نوعه B، ف
فمباشرة الـ virtual هاي حتنزلني على fun2 اللي موجودة في B، حيطبع fun2 of class B، فهاي الـ output الثانية رح تكون من B. ليش؟ لأنها fun2 اللي في A virtual، فرح تنزلني على fun2 اللي في B. كمان مرة، هاد فقط لأنه الـ reference نوعه A والأوبجكت اللي بأشر عليه نوعه B. لو كانوا من نفس النوع، لا ما بنزل ولا بطلع، بضل بنفس الكلاس اللي أنا بشتغل منه. obj.fun3 مباشرة حتطلع على fun3. fun3 في A أصلاً pure virtual، معناها طبيعي لازم ينزل على اللي موجودة في B، فرح يطبع fun3 of class B، فهي مباشرة حتنزلني على النسخة اللي موجودة في الدرايف، فطبع لي fun3 of class B. فهي فكرة الابستراكت كلاس. اوكي، هون في عندي بنفس الطريقة الفكرة الأولى حكيت لكم إياها، إنه في عندي كلاس A فيها fun1 وfun2 وfun3 pure virtual، فهي مباشرة abstract. الكلاس B عاملة inheritance من الـ A، لكن فقط في عندها fun1 وfun2، فهي تورثت fun3 pure virtual، فظلت abstract. السبب إنها تورثت pure virtual من الكلاس A وما عملت له implementation، فظلت abstract. لكن الكلاس دي فيها فن 1 وفيها فن 2 فيها فن 3 لها بدي، معناها الدي هي نون ابستراكت عادي. في عندي النون ممبر فانكشن اللي اسمها اوت فن، لاحظوا شو بتستقبل، تستقبل ريفرنس من نوع الاي. معناها يلا ركزوا معي، هذا الفانكشن بيستقبل ريفرنس من نوع الاي، فممكن انا اعطيه اوبجكت من نوع الاي، وممكن اعطيه اوبجكت من نوع البي، وممكن اعطيه اوبجكت من نوع الدي. ليش؟ لانه الدي هو عامل انهيرتنس من البي، والبي عامل انهيرتنس من الاي، فهاي الفانكشن ممكن تستقبل اما اوبجكت من نوع الاي او اوبجكت من نوع البي او اوبجكت من نوع الدي، فالثلاث صحيحات. لاحظوا هون بحكي لنا في المين اي او بي جي ممنوعه، ليش؟ لانها الاي ابستراكت. لو بدي اعرف اوبجكت من نوع البي برضو ممنوعه، ليش؟ لانها ابستراكت، لكن ريفرنس حكينا او بوينتر عادي ما فيها اي مشاكل. عرفنا اوبجكت من نوع الدي وحكيت له روح اعمل كول للفانكشن اللي اسمها اوت فان من خلال الاو بي جي، فهون حيطلع مباشره على الفانكشن. هسه هون بدي اركز، في عندي ريفرنس من نوع الاي بيأشر على اوبجكت من نوع الدي، معناها الـ virtual هون رح يكون لها شغل. بيجي بحكي object parameter dot fun1 اللي نوعها A، فرح تروح على fun1 اللي موجودة في A، فمباشرة حتطلع لهون. لقيتها virtual إشي؟ لا، معناها حتاخذها، فأول output حتطلع عندي fun1 of class A. كمان مرة ليش؟ لأنها مش virtual، الـ reference نوعها A، فرح تروح على function تاعها اللي هو A. اللي بعديها obj parameter dot fun2، هون رح يطلع على fun2، رح يلاقيها virtual. بيجي بص fun بيحكي أنا نوعي A، فروحت على fun2 تاعي الـ A، لكن شو حيلاقيها؟ حيلاقيها virtual. بيحكي أنا معناها أوكي نوعي A لكن بأشر على object نوعه D، فرح ينزل على fun2 اللي خاصة في D، فمباشرة بنزل على D ما بنزل على B. بيحكي أنا نوعي A بأشر على object نوعه D، فرح أروح على fun2 اللي موجودة في دي. ملاحظة، لو ما كان في دي fun2 حيروح على fun2 تاعي تلبي. ليش؟ لأنه بيكون تورثها زي ما هي. فهون fun2 fun2 كمان مرة، أنا أسف شباب، بحكي لنا روح اعمل كول للفن 2 من خلال الريفرنس A، فبالبداية رح يروح على فن 2 تاعيت الـ A، حيلاقيها virtual، فحينزل على فن 2 للأوبجكت اللي هو بيأشر عليه اللي من نوع D، فرح يروح يطبع فن 2 في class D. اللي بعديها obj parameter dot fun 3، بيجي بحكي أنا نوعي A بدي أروح على fun 3 تاعيت الـ A، لكن هي pure virtual، هو بيأشر على object من نوع D، فرح ينزل على fun 3 of class D. هيك بنكون أنهينا موضوع الـ abstract. زي ما حكيت لكم في عنا examples، وإذا إن شاء الله ضل معنا وقت برجع بحل معكم examples، وفي فيديو بشرح فيه هذا الـ example، رح أرجع أنزل لكم إياه إن شاء الله بالتفصيل. حد عنده
سؤال استفسار. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك، بس بدي أخذ غياب إذا سمحت. لين نوقف الريكوردينج.